كان الجواب الحزبين في إقليم كردستان، الرصاصات والطلقات الحية. مع أسف شديد هناك عشرات من الجرحى، وهناك استشهاد 3 شباب في محافظة سليمانية، وتم إغلاق مقر رئيسي لقناة NRT باللغة الكردية الذي كان عونا للمتظاهرين، وتم اعتقال أكثر من 70 صحفي وناشط سياسي في محافظة دهوك. والحزب الديمقراطي كردستان يمنع أي تظاهرات سلمية في مدينة أربيل. الشعب الكردي يعاني من ظلم واستبداد باسم قومية وشوفينية. الإخوان والأخوات في بغداد وفي كل المحافظات، نحن بعد 2003 أو أكثر أو قبل 2003 في 91 حرمنا من تعليم اللغة العربية بشكل جيد حتى نتواصل معكم، وأنتم حرمتم من تعليم اللغة الكردية حتى أن يكون بيننا وبينكم جسر أو تواصل أو لقاءات أو لغة مشتركة. مع أسف شديد الحزبين الكرديين استهدفوا الجامعات والمناهج العربية والإسلامية في إقليم كردستان. الشعب الكردي يعاني من الظلم، يعاني من عدم صرف رواتب الموظفين. الموظفين في إقليم كردستان أكثر من 55 يوم لم يسلموا رواتبهم، وحكومة إقليم كردستان بذمته أكثر من 36 راتب للموظفين. الموظفين الحكومة إقليم كردستان مديونة للموظفين أكثر من 36 راتب كامل، والحكومة إقليم كردستان يصدر أكثر من 500,000 برميل نفط إلى تركيا، وهناك عائدات غير نفطية في إقليم كردستان يصل شهريا إلى 200 مليار دينار عراقي، ولكن الشعب الكردي يعاني من عدم صرف رواتبه ويعاني من الفقر والجوع. لذا نطالب